وانا اتكلم بصراحه وقدام الجمهور، اي خلاف سياسي ماكو بهذا الموضوع، بالعكس صارت وجد تقارب بين حكومه الاقليم والحكومه المركزيه. بالزياره الاخيره لرئيس الاقليم السيد نيجر فان بارزاني، تم مناقشه هذا الموضوع مع رئيس الحكومه مع القاده بالبلاد؟ لا، موضوع الترانسيت ما تم النقاش، اهم بهوايه من نعم. يعني يمكن هو موضوع الرواتب المفروض بس يتناقش. زين، الجي بي اس، ليش الجي بي اس بالشاحنات؟ شنو اهميته وشلون راح نطبقه؟ اهميه طبعا احنا الدول الجوار مو كلها تتعامل بالجي بي اس، احنا من نشحن من دبي سيارات الى وحات دبي عبر الاراضي السعوديه ترانسيت الى الكويت وتدخل الى صفوان. زين، ماكو شيء اسمه جي بي اس. كذلك السيارات الاردنيه ما بيها جي بي اس، السيارات الايرانيه ما بيها جي بي اس، والسيارات الكويتيه احنا هم عندنا شركه بالكويت نقل ماكو جي بي اس. بس هو يقول لك لضمان، لان اولاد الحرام ما خلوا شيء لاولاد الحلال، لضمان عبور الشاحنات الترانسيت، لان الترانسيت ما ياخذون جمرك وضريبه عليه، ينضرب لك من منفذ الدخول ويطلع الى منفذ اخر الى البلد الثاني اللي رايحت للبضاعه. اي حاكيني بهذا الموضوع انا وجنابك، ووضحت لي هواي امور، بس انا اريد اعرف تطبيقه شنو؟ ليش الخلاف على انه احنا اللي نختار الموقع المسيطر للتتبع من كردستان؟ وهذا اللي خاله متوقف لحد الان. لا، انت دائما المقر المسيطر وين ما يكون مرتبط راح يكون بالحكومه المركزيه وحكومه طبعا. الاقليم هذا قرار المحكمه الاتحاديه يعتبر واحد من واردات الغير النفطيه. نعم، تمام، نعم صح كلامك. فاذا وين ما يكون المقر هو راح يشوفه ابو الاقليم وراح يشوفه ابو الحكومه المركزيه، هيئه الجمارك العامه راح تشوفه، لان هي هسه صارت الهيئه العامه للجمارك هي راعيه الترانسيت وفق الماده 85 الى الماده 99. سابقا كانت وزاره النقل اللي تلكئت به 3 سنوات وما استطاعت ان تعمل اي شيء، مجرد عملوا جهاز مقر مسيطر في شركه النقل البري وخلاص، اعتبروا هذا انجاز يعني انجزوا. هذا الاجراء تقول حكومه كردستان هذا الاجراء كفيل بضمان عدم تسرب او التهرب، التسرب والتهرب من الضرائب بالجي بي اس. ما مدى واقعيه هذا الموضوع؟ لا، ارجو ان تسمح لي، اول شيء الجي بي اس بخصوص الترانسيت ما له علاقه بالضرائب والجمارك، لان ما يدفع جمرك، يدفع رسم ترانسيت اللي هو 150,000 ومال السيل 15,000، يعني مجموعا حوالي 210,000 دولار. 210. بس يقول لك هذا الاجراء كفيل بضمان عدم تسرب اي سياره من كردستان الى المركز. اي ما يخالف، خلي يكون ضمان حتى الاقليم كردستان. هو مصر على الجي بي اس، يقول لك احسن ما تدخل الى الحكومه المركزيه ومحافظات الحكومه المركزيه ويعتبر عبء علينا صار، فهم يريدون الجي بي اس. مشكله عويصه صعب. لا لا، المشكله سهله استاذ. ثانويه وان شاء الله يوم 20 بالشهر يكون هذا الاجتماع. اجتماع بين منو منو؟ بين حكومه الاقليم، يجون ان شاء الله مع مستشاريه رئاسه الوزراء. نعم، وان شاء الله نكون احنا هم موجودين ووجهات النظر قريبه ومحلوله ان شاء الله. شنو الحلول المقترحه برايك يعني اللي راح تطرح في هذا الاجتماع؟ راح يوحد موضوع المقر المسيطر للجي بي اس. وين تقترح يكون؟ انت خبير بهذا الموضوع. اي انت الان ابو هذا الموضوع. هو المفروض المقر المسيطر يكون في الهيئة العامة للجمارك، لأن الهيئة العامة للجمارك للحكومة المركزية هي راعية فكرة الترانسيت. وإذا كان مقر مسيطر في إقليم كردستان موحد مع المقر المسيطر في بغداد هذا لا يمنع، يعني الأمور طبيعية. فالأمور من الترانسيت رايحة ما ممكن يصير مقرين مسيطرة؟ يصير مقرين مسيطر، بس هو دائما السيطرة تكون من مقر واحد. لان انت المقر المسيطر واقعا تعتقد انه راح توافق حكومه كردستان ان يكون المقر المسيطر في الهيئه العامه للجمارك؟ اي ما عندها اي مانع، وان شاء الله هم جايين يوم 20/4. نعم، الهيئه العامه للجمارك لاقليم كردستان، ويمكن ممثلين من اماره مجلس وزراء الاقليم. زين، والامور انا اعتبرها مبشره بخير، ان شاء الله راح تفض، ما عندنا شيء راح يكون معلق كنظام جي بي اس في كل